سلام سلام حبيباتي، كيراكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا بيان. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا اليوم حبيباتي، بغيت نشارك معكم واحد الوصفه بزاف بزاف شابه وبنينه، بما انه مازلنا مع تحضيرات حلويات العيد. كما راكم تشوفوا حبيباتي مقاديرها جد بسيطه، راها امامكم اللي هي لي سيجار. هادو سيجار محشيين من الداخل. الو غادي نحتاجو بالنسبه للعجينه اللي هي لاباط، راح نحتاجو انا غادي نستعمل فقط 125 غرام زبده، معناها قابصه تاع 250 غرام اللي هي الصغيره نقسموها على 2. ولا استعملنا كيما هذه الكبيره، هذه تاع 500 غرام كيما راكم تشوفوا حبيباتي، نقسموها على 4. انا غادي نستعمل فقط كميه صغيره. انت الا بغيتي تستعملي 250 ضعفي المقادير، ولا بغيتي تستعملي 500 ايضا ضعفي. تبقى لكم. هنا نحتاج لافاني، هنايا عندي نص كاس سكر كما تعرفوا، غادي نديرها محشيه من الداخل، غادي نديرها محشيه بالكوكا والناس اللي راهم بزاف حلوين. الوغ نسيو كيفاش نعدلو في الحلاوه نتاع الحلو الكاطو تاعنا. عندي حبه بيض، وعندي رشه صغيره فقط نتاع خميره كما راكم تشوفوا، ورشه فقط. هادو هما المكونات حبيبتي. نروحوا مباشره الى طريقه التحضير. قبل ما نروحوا حبيبتي، مدى بكم اللي غتشوف في القناه لاول مره، قولها حبيبتي خلي لي اشتراك بيان سور، وخلوا لي جيم للفيديو هكا باش تعم الفائده على الجميع. نروحوا للطريقه مباشره. هنا حبيبتي كما راكم تشوفوا، اول حاجه راني درت الزبده تاعي، نزيد السكر ونخدمهم مليح مليح تاعنا حبيبتي حتى يندمجوا مع بعضنا. ندخل كامل هذيك السكر مع الزبده حتى يندمجوا مع بهذه الطريقه. هنا حبيبتي ما تنسوش قرصه الملح، راها ضروريه في الحلويات تاعنا. الان كما تشوفوا راني خلطتهم، حنضيف حبه بيض كامله كما راكم تشوفوا هكا، ونواصلو نخلطو حتى ندمجو مع بعض. هنا حبيباتي الزبدة إلا غبنتكم وما بغاتش كي شغل تنحل لكم غاية، زيدو مغرف صغيرة نتاع زيت، راها تساعدكم باش تنحل الزبدة مع السكر. الآن نضيفو لافاني. هنا يا حبيباتي اللي ما تخافت السكر ما يتخلط لهاش غاية، ممكن تستعملي الباتور عادي وتخلطي بيه حتى يصير احسن. نبقى نخلط. هنا حبيبتي بعد ما ندمجوا المكونات نبداو نزيدو في الفرينه تاعنا. بيان سور ما ننسوش رشه برك، نعاودها رشه تاع لا ليفيغ شيميك. هنايا ما خاصنيش لي سيكار تاعي يتنفخوا، فقط بغيت ندير لهم هذيك الهشاشه فقط كما كنتو تشوفوا، درت الهشاشه فقط بغيتهم غير يجوني هشاش. هاكا الفرينه لازم تتغربل باش تعطيكم نتيجه مليحه. هاكا ونبقى نجمع فيها حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وفي نفس الوقت متماسكه كما حبيبتي نجمعها. الان حبيبتي هاي بعد ما راني جمعتها، هنايا ما تعجنوهاش حبيبتي، فقط نجمعوها بهذه الطريقه. انا نجمعتها، تحصلوا على هذا القوام ان شاء الله تكون الصوره واضحه. هكذا نروحوا الان الى طريقه التشكيل تاعها. انا حبيباتي هاي العجينه نديروا اي حاجه تكون عندنا، اي ساشي بهذه الطريقه، ونبدا في التوريق بيان سور. هنايا ما نديروهاش دقيقه بزاف، ما نديروهاش خشينه بزاف، نخلوها شويه برك. الان حبيباتي كما راكم تشوفوا بعد ما راني خلاص طويتهم، شحال ندير نسيو نقلعو هكا هاد الزوائد بهذه الطريقه. وفي الاخير حبيباتي تاع الفيديو غادي نقول لكم شحال قطعت لي الحبه. هنايا لازمكم ديروا في الوسط، نخلو شويه برك بلاص، وهنا ثاني نخلو شويه برك بهذه الطريقه حبيباتي، ونقسمو عادي جدا. هكذا نقلعو هاد الزوائد وايضا هذا الزوائد. غادي نشكل امامكم هكا باش توصلكم الفكره بهذه الطريقه حبيباتي. هنايا لازم هاد لي ساشي يساعدونا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه فقط. شحال ندير حال نطويها طويه ونزيدو الثانيه
في النصف تاع الثانيه اخو، ونقسمو بهذه كما قلت لكم، نقسمو بهكا فقط. واش راح نديرو؟ ناخذ هذه الحبه تاعنا، هذه فقط كملاحظه، نوضعو هنا نديرو لها بهذه الطريقه هكذا. هنا من الاحسن ما تضيفوش الفرينه هكا، تحصلوا على هذا الشكل. نخلو شويه اسباس كيما راكم تشوفوا، نسووها ونحطوها على هذه الجهه اللي مفتوحه بهذا الشكل هكذا، ونحطوها في البلا تاعنا. بيان سور كي نكملوا حبيباتي واش راح نديروا، حنا ندخلوها للفوغ، نشعلوا لها من التحت. كي نشوفوا هذا الكوتي التحتانيه حمارت، نشعلوا لها فقط من الفوق، تقعد غير شويه برك من الفوق. هنايا ما طيبوهاش بزاف، وانا غادي نكمل كامل الكميه اللي راح معايا، نديرها طيب ونرجع معكم هكا باش نكملوا التزيين. كما راكم تشوفوا حبيباتي، هاو بعد ما راهم طابوا خليهم فقط يبردوا شويه. انا هنا مازالوا حامين، وطريقه النزع تاعهم راهي بسيطه فقط كيما هاك. ساع فيهم برك. هنايا كي تزيري ما تزيريش بزاف يدك، شدي برك، شدي وجبدوا هاك غير بشويه. هاي طريقه سهله، شوفوا النتيجه والله يجوا روعه. ها نزيد معاكم حبيباتي حبه، انا مازالوا حامين، انا بغيت نسيي فقط معاكم. تشدي هنا ما تزيريش، كان تزيري تطرطك الحبه كما تعرفوا. هذه لاباط راهي صابلي، راهي هشيشه بهذه الطريقه. يسيي لا ما بغاوش يخرجوا لك، يسيي غير دوريه شويه من بعد كينا ها يخرج بكل سهوله. وراكم شفتوا بلي ما درت له لا زبده لي مول، درتهم عادي ها بهذه الطريقه. شفتوا كيفاش يجي؟ والله يجي روعه. انا نكمل كامل حبات حبيباتي ونرجع معكم نشوفوا التزيين مع بعض. الان حبيباتي كما راكم تشوفوا، بعد ما راه وجد معايا الكاطو تاعي خلاص، راه طاب كامل كما راكم تشوفوا، جا روعه. نروحوا للحشوه تاعنا. الحشوه واش راح نديروا فيها؟ هنايا عندي كوكاو محمص وملحي كما راكم تشوفوا، هنا عندي جنجلان راه محمص ايضا، هنا ابيض وانا حمصته، وهنايا الكوكاو. غادي نلمهم حبيبتي بالنيسلي كراميل. هذا النيسلي حبيبتي صنع منزلي بهذه الطريقه، بهذه الطريقه نجمع كامل هذه الحشوه تاعنا. هنا ممكن ديري الكونفيتور، مربى، مربى المشمش، ولا شوكولا لي طالي، كل وحده واش تحب. انا غادي نكمل حبيبتي نجمع الحشوه تاعي ونرجع معكم. هنا فقط كاضافه بغيت نزيد لها ملعقه نتاع العجينه الطالي اللي هي شوكولا، هذه تبقى اضافه فقط، بغيت نغير في النكهه. كما تعرفوا النيسلي والشوكولا يعطوا بنه روعه. هكا نكمل نجمعها. الان حبيبتي بالنسبه للتزيين، ناخذ الحبه تاعنا نديروا الحشوه تاعنا في البوش. انايا هنايا شوفوا الحشوه تاعي درتها شويه طالقه روحها، ماشي مزيره بزاف كما راكم تشوفوا. وكما سبقني قلت لكم الحشوه تبقى اختياريه، هكا مزيرو بهذه الطريقه راكم تشوفوا، هاي بدات تخرج منا بكل سهوله. من ومن هكا نكمل بهذه الطريقه. نزيد معاكم حبه، شوفوا معايا، حطوا هذه الحشوه تاعنا هنايا بهذه الطريقه، نرجعوا منا هكذا، نتاكدوا باللي راها خلاص هاي دخلت خلاص. بهذه الطريقه حبيبتي نكمل كامل الكميه اللي راها معايا ونرجع معكم. فحبيبتي بالنسبه للكلاصاج، انا هنا عندي شوكولا بلون، ممكن تستعملي السوداء عادي جدا، تبغي السوداء ولا البيضاء. نحطوا هذه الحبه هكذا، هذه الطريقه نغلاصوا الحبه تاعنا، طريقه بسيطه. هذه الطريقه حبيبتي، ونخلوها تقطر مليح مليح هكذا، نخلوها تقطر مليح ومن بعد كينا نحطوها. حبيبتي كنصيحه فقط، ما توضعوش الكاطو تاعكم حطوا في حاجه تاع بلاستيك، ما توضعوش في حاجه تاع غرياج ولا، خاطش الشوكولا بعد كي تنشف لكم غادي تغبنكم بزاف،
الكسرونه تاع الشوكولاته تاعكم ماذا بكم ديروا تهتها كسرونه واحده اخرى تكون فيها ماء سخون هكا يقعد يعطيها الحراره وما تبرد لكمش بالخف. هذه فقط كانت النصيحه فقط حبيبتي. غادي نكمل انا باقي كامل الكميه اللي راها عندي بهذه الطريقه ونرجع معكم. هنا حبيبتي كملاحظه فقط هذه للتسهيل اختياريه كما راكم تشوفوا بعد ما راني درت الحبه وهي عاده كاينه عاده بالشوكولا عاده ما يبسدش نديروا لها هذا التزيين البسيط كما راكم تشوفوا. هذا الفول السوداني اللي انا راني خدمته معكم بذوق الفستق هذه الطريقة حبيبتي يعطيها نظرة بزاف بزاف شابة كما راكم تشوفوا. نكمل كامل الكمية اللي راها معايا بهذه الطريقة حبيبتي ونرجع معكم. الآن حبيبتي كما راكم تشوفوا كانت هذه هي النتيجة النهائية تاع لي سيغار تاعنا. راني شكلتهم معكم بعدة موديلات هنايا نتوما واختاروا الشكل اللي تكونوا باغينه. كما راكم تشوفوا حبيبتي هنايا راني استعملت الكوكاو اللي كان سبق ليا وحضرته معكم راه في القناة اللي بغات الوصفة بذوق البيستاش. وهنايا كما راكم تشوفوا درته بذوق جوز الهند وزينته بالورق المجفف. وهنايا عفوا هذاك الطليه او الكلاصاج اللي راه داير ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الرخامي ها هو كما تشوفوا عفوا يجي بزاف بزاف شباب كما راكم تشوفوا حبيباتي. كانت هذه هي الكاطو لي سيغار راني شاركتهم معكم ان شاء الله تعجبكم حبيبتي الوصفه. واللي عجبتها الوصفه حبيبتي تخلي لنا جيم هكا باش الفيديو تاعنا ياخذ نصيبه من المشاهده. الان حبيبتي غادي نقسم معكم حبه هكا باش تشوفوا القوام تاعها من الداخل والله يجي روعه. وللامانه فقط حبيبتي لي سيغار هادو راهم قطعوا لي حوالي بالزبدة احنا درنا 125 غرام مارغارين راها قطعت لي حوالي 30 حبة 30 حبة نتاع لي سيغار هكا باش تكون الوصفة واضحة. كما راكم تشوفوا حبيباتي راح نقسم معكم حبة هكا راح نقسم معكم حبيباتي هكا باش تشوفوا القوام نتاعها والله يجي صدقوني يجي اكثر من رائعة. نسي نقسم معكم حبة بهذه الطريقة تشوفوا يجي رائع هالحشوة تاعها تبقى طرية كما تشوفوا فيه حتى الشوكولا الكلاصاج والله يبقى روعة يبقى خفيفة الحشوة بقات معانا طرية كما راكم تشوفوا. هاي الخير برهان راني قسمت معكم الحبة هكا باش تشوفوا القوام. نبقى لي حبيبتي غير استودعكم الله الى وصفة اخرى من وصفاتي الاقتصادية والرائعة في نفس الوقت. مع السلامة.